السلام عليكم. لن تصدق ما وجده عريس جزائري بين الهدايا والتي قدمت له يوم زفافه، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صورة عبارة عن ورقة كتبت عليها بعض العبارات لعريس في يوم زفافه، وبينما كان هذا العريس يتفقد الهدايا والأموال والتي تلقاها من المدعوين، فإذا به يعثر على ورقة كتبها جاره العاطل عن العمل والذي اعتذر عن عدم تقديم أي هدية له بسبب ظروفه المادية القاهرة، ولكنه قدم له هدية معنوية كبيرة جدا وهي الدعاء له بالخير والذرية الصالحة. وتفاعل ناشطون مع الحديث ونالت الصورة المتداولة نصيبا كبير من التعليقات والتفاعلات.